سرك مش في بير. عملت مقلب فحم صراحة قبل كده وكان رد فعله ايه؟ والله ما فاكر يعني. احمد مواقفه مضحكة بس المقالب يعني كان ممكن يكون صعب شوية. ممكن حد من صحابي يخليه يكون كلمه على اساس هو ممكن واحدة بنت كده واحنا صغيرين وعايز اقابل احمد والقصة دي. يعني ممكن مواقف عملتها في احمد صلاح. مين اقرب حد ليك في الفريق او المنتخب؟ طبعا احمد صلاح. قلنا عن سر محدش يعرفه عن احمد صلاح. احمد صلاح من الناس اللي بتحب تنام كتير. مين اكتر واحد بياكل في الفريق؟ احمد عزب. اكتر واحد بيعرف يعمل فيديو على التيك توك؟ الحسيني. الحسيني الصغير ما شاء الله عليه يعني. من الناس اللي بتحب السوشيال ميديا قوي. مين بيتقمص دور حزين؟ طبعا يعني ممكن يكون يعني واحنا صغيرين كان ممكن يكون في ناس، اما الكبار دلوقتي يعني انا اعتقد مفيش حد موجود يعني. كله ما شاء الله عليهم يعني كلهم بيهيصوا وبيفرحوا وبيرقصوا فمفيش حد حزين. مين السوسة اللي عارف كل حاجة بتحصل؟ محمد مواسم. مواسم بيبقى بيحب يبقى عارف كل حاجة بتحصل جوه الفريق. اكتر واحد بيقول افيهات او نقط بايخة؟ افيهات طبعا ما شاء الله عليهم يعني. عصران موجود صاحب افيه عالي. النقط البايخة ممكن يكون سيف. اكتر واحد بيغني طول الوقت صوته وحش عصران وسيف، هما الاثنين فاكرين صوتهم حلو وهو صوتهم ما شاء الله يعني. وتالتهم حسيني. اكتر واحد بيتقمص؟ ممكن عبد الرحمن حسين ساعات بيتقمص شوية. اكتر واحد بيهتم بشكله ولبسه؟ لا ما شاء الله عندنا كل اجيال الجل والحاجات دي كلها يعني. زمان احنا ما كناش موجود عندنا بنشيل على طول، لا تلاقي بقى كل الشباب الموجودين صغيرين. عصران وسيف واحمد صلاح كمان يعتبر صغير زيهم، والحسيني والحسيني الكبير المدرب. اكتر واحد بيعمل مقالب؟ عصران. عصران بيحب يعمل مقالب في الناس كلها. فريقك كسبان وجيه عليه انفراده في اخر ثانيه، مين من زمايلك بيعمل فاول عشان اللي قدامه ما يتعادلش؟ يعني انا ما لعبت بلاي ستيشن مع يوندر. يوندر هو اللي بيعمل كده يعني. يوندر بيلعب بلاي ستيشن كويس بس يوندر ما بيحبش يخسر عشان هو حاسس نفسه احسن واحد بيلعب بلاي ستيشن. مين اكتر واحد حريف في البلاي ستيشن في الفريق؟ يوندر وحسيني وعزب، عشان عزب برضو يعني شفته كسب يوندر قبل كده. هما اكتر ثلاثة شفتهم الصراحة بلعوا مع بعض يعني. مين اكتر واحد بتكسبه في البلاي ستيشن في الفريق؟ لا انا ما بلعبش معهم يعني، ممكن كده في الفان كده لو في المعسكرات. كان في دكتور اسمه دكتور ياسر كان معانا قبل كده، كنت بكسبه في البلاي ستيشن وبكسبه في الطاوله كمان. مين اللي كسبك وبعد كده ما بقاش يلعب معاك تاني؟ لا يعني لو حد كسبني بلاي ستيشن بنلعب مع بعض تاني على طول يعني. ما فيش حد كسبني مره ما لعبنيش يعني، بنكسب وبنخسر بس يعني ما فيش حد. لو بتحب تروح مكان وتقعد لوحدك تختار مين يروح معاك؟ لو مكان اقعد فيه لوحدي يعني ممكن اختار اروح النادي كده يعني، بره النادي الاهلي يعني اي نادي تاني، اقعد في الجاردن كده اشرب شاي واقعد مع نفسي. تختار مين يروح معاك؟ اختار زوجتي طبعا وولادي، بستنى الوقت يكون فاضي فيه وبالي واحد كويس عشان اقعدوا معايا.